دايما الناس اللي ضغطها عالي الدكاتره بتنصحهم ان هم ما ياكلوش حاجه فيها ملح او يبتعدوا قدر المستطاع عن ان هم المخللات بقى والحاجات اللي فيها الملح. لكن في دراسه جديده قالت انه اللي احسن من تقليل الملح هو تناول الموز، واعتبرت ان الموز اعتقد عشان الصوديوم. انا اعتقد انه عشان الصوديوم. يعني عامه الدراسه بتقول ان الموز اكثر فاعليه في خفض ضغط الدم. خلينا في تفاصيل هذه الدراسة أكتر من دكتور جميل نصر رئيس قسم القلب جامعة قناة السويس. صباح الخير على حضرتك يا دكتور، أهلا بيكي معنا. صباح الخير يا مصر. أهلا أهلا، صباح الخير يا مصر، وصباح الخير من الإسماعيلية، وأنا سعيدة جدا إن أنا معاكم وبقول صباح الخير عليك يا مصر. هي دراسة لطيفة جدا، بس أنا عايزة أقول إحنا اتخضينا بس يا دكتور والله. يعني لا ما تتخضيش، ما تتخضيش خالص. هو طبعا احنا في الجمعيه الاوروبيه لامراض القلب كانت حطت بتقول مواصفات الانسان السليم، فحطت معادله لطيفه جدا من ضمنها الفاكهه. ايه المعادله دي؟ 0-3-5-140-5-3-0. صفر ده للتدخين، 3 ماشي 3 كيلو يوميا او 30 دقيقه 4 ايام في الاسبوع، 5 5 قطع سلطه او فاكهه يوميا. ودي مهمة قوي تكون ألوان مختلفة، هنقول 5 قطع سلطة أو فاكهة يومية. 140 ضغط الدم يكون مظبوط، 5 و3 أرقام دخول النظام الأوروبي، وصفر لا للسمنة ولا للسكر. إيه نظام الدخول النظام الأوروبي ده يا دكتور؟ ده لا دي كانت معادلة حطاها للوقاية الجمعية الأوروبية لأمراض القلب. اللي أنا قلتها دي دلوقتي. إن غير التدخين والمشي واكل 5 قطع سلطه او فاكهه يوميا، الوان مختلفه، ضغط الدم يكون مظبوط، الدهون مظبوطه، وطبعا لا للسكر ولا للسمنه. احنا بقى هندخل من ده المدخل على الانتي اوكسيدنتس او ضد الاكسده، من ضمنها الفاكهه والسلطه. طيب يبقى بالتاكيد ان هي نمط حياه صحي. لما بنقول نمط الحياه الصحي في الاكل احنا بنقول لا للملح. واحنا طبعا استخدام المصريين للملح يعني ضعف الاستعمال العالمي، وده مهم قوي نحطه في الاعتبار. هو مش الملح يا دكتور بقدر ما هو المخلل، يعني هو اعتقد انه استخدامنا في الملح طبيعي، لانه اكيد مش هناكل اي حاجه مثلا. اتفضلي. اقول لك حاجه ظريفه جدا. اتفضلي يا فندم. احنا دلوقتي الاحساس بالملح اللي احنا بنحطه في الاكل، والست المصريه بتحطه لاهل بيتها، ده لا يتعدى 6 او 10%، وده بنسميه الكونشس صوت. لكن الاخطر من كده الملح اللي موجود في الوجبات الجاهزه، الملح اللي موجود في المطاعم، الملح كمان اللي موجود في يعني الوجبات الجاهزه، فاحنا بنقول خلي بالنا من الملح. طب دكتور في كمان، خليني اسال حضرتك بقى، من حضرتك تطرقت لانواع الملح بقى، في انواع ملح حتى يقال ان الموجوده في السوبر ماركت مش هي دي انواع الملح الصحيه، في انواع ملح اخرى صحيه اكتر، ممكن ما تسببش كل هذه الاضرار. اتصور ان احنا نستخدم بدائل الملح على قدر ما نستطيع، لان في مصادر للملح موجوده احنا ما بنبقاش لنا دخل فيها. فاتصور نقلل من الملح قد ما يقدر، ونشرب ميه كتير. مفيش كلام ان شرب الميه كتير مهم. طيب ايه علاقه الموز بالموضوع بس عشان نفهم؟ الموز بقى، الموز ده قصته مهمه قوي، وعايز اقول حاجه، ده ليه اساس علمي. الموز طبعا فيه كميه كبيره من البوتاسيوم، وفي كميه كبيره من المغنيسيوم، وكتير طبعا من المواد الغذائيه الاخرى المهمه. وبالتالي معروف جدا ان البوتاسيوم بكثره بيؤدي الى ان بيقلل ضغط الدم. وده وارد علميا، لكن نخلي بالنا ان الناس اللي عندها مشكله حاده في الكلى نتجنب البوتاسيوم بكثره. فده كلام مهم جدا. وطبعا مش نقعد ناكل بقى في موز طول اليوم، لا احنا بنقول مثلا ثمرتين فاكهه، ثمرتين موز في اليوم مقبوله. طب يعني احنا مش هناكل بلا حدود. مش هاخد الصباح لطيفه على فكره. دراسة لطيفة يا فندم والله جدا. طيب احنا برضه يا دكتور يعني بنتطرق لبعض الاعشاب كده عشان نشربها، عندنا معتقد انها بتقلل ضغط الدم، على سبيل المثال الكركديه، دي حقيقة ولا لا؟ وفي فرق بين الكركديه السخن والكركديه البارد؟ بصي
بصي بقى، لا فرق بين الكركديه السخن والكركديه البارد، ده كلام ملوش اساس علمي من الاساس. لكن بعض الدراسات يعني قالت ان في نوع ان احنا بنقول انها ممكن تقلل ضغط الدم، في بعض الدراسات نفت هذا الكلام. لكن انا عايزه اقول ان احنا ما فيش مانع ان احنا ناكل نشرب كركديه وبس، هو طبعا لا يغنينا عن الادويه. مفيش طيب حاجه اسمها ان انا بكركديه لوحده اعالج ضغط الدم، طيب ارتفاع ضغط. بما اننا داخلين على رمضان بقى والهرقسوس وكده، ليه علاقة بالضغط؟ الهرقسوس ده بقى انا عايزه اقول حاجه، انه الشرب الكثير منه بيرفع الضغط، واحنا نتجنب طبعا لمريض السكر، المريض الضغط ارتفاع ضغط الدم، انه ياخد كميه كبيره جدا من الهرقسوس، كميه قليله تكفي. شكرا جزيلا يا فندم فاحنا دكتورة، بنقول شكرا لحضرتك صباح دكتورة زي جميلة نصر الفل، رئيس قسم وصباح القلب بجامعة قناة السويس. صباحك زي الفل يا فندم، صباح شكرا الفل، ليك. صباح الفل، صباح الفل.